أيتها السيدات، أيها السادة، قرأت مقالا سيئا لشخص يشتغل بالفلسفة ويدافع عن الطاغية وعن ميليشيا الطاغية، وهو عربي، وتساءلت بيني وبين نفسي كيف تأتى لشخص يشتغل بالفلسفة أن يتورط في خطاب أيديولوجي عامي، وليس فقط في خطاب أيديولوجي عامي، بل في خطاب أيديولوجي مناقض تناقضا مطلقا، يتناقض تناقضا مطلقا مع أي معيار من معايير التفكير الفلسفي. وليس هذا فحسب، بل إنك لتجد من الناس من لا يتوافر على معرفة فلسفية، ولكنه يتخذ موقفا أخلاقيا عميقا وقويا، لأنه في وعيه الذاتي هو أخلاقي، ولا يمكن أن تتناقض القيم الفلسفية مع القيم الأخلاقية. صاحب المقال هذا يعرف أرسطو ويعرف كانت، يعرف أرسطو كالإنسان ككائن اجتماعي، يعرف نظرية كانت في الواجب الأخلاقي وفي مفهوم الحرية، ويعرف ماركس، وقبله يعرف هيجل وفكرة الحق. قرأ جان بول سارتر وفكرة الحرية، يعرف أسلافنا الذين تحدثوا عن الديمقراطية، يعرف ابن رشد، ويعرف ابن سينا وقبله الفارابي، يعرف. ثم يكتب وكأنه صحفي صغير في صحيفة للصحف. كيف نفسر هذه الظاهرة؟ إن الحق، يقول ابن رشد، إن الحق لا يضاد الحق. لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين حقين. كما قلت في محاضرة سابقة، الحق لا يضاد الحق. ما هو المدخل الذي دفع هذا المشتغل بالفلسفة لأن يدافع عن الدكتاتورية في سوريا؟ إنه ببساطة يتصور الصراع بين نظام سياسي يطرح أيديولوجيا ممانعة وقومية وما شابه ذلك، وبين حركات سياسية إسلامية كداعش والنصرة، ويسميها الحركات الإرهابية. فيكون الصراع إذن بين نظام سياسي وبين نظام إرهاب. عندما أقول نظام إرهاب، بنية إرهابية. وهكذا يعني أنه قد حرف الحقيقة أو تحرف الحقيقة تحريفا ساطعا واقع. الفيلسوف لا ينظر إلى المسائل من هذه الزاوية، المشتغل بالفلسفة ينظر إلى الحق ونقيض الحق. الصراع، أي صراع حاليا، الصراع الحقيقي بين
مصالح الناس وحرية الناس ومصير الناس وبين سلط لا تأخذ بعين الاعتبار كل هذا وتريد أن تتحكم بالناس وتلغي الحق. تلغي الحق، وبالتالي هذا هو جوهر المشكلة. صراع بين فكرتين، الحق ولا حق، الحق والباطل. الآن إذا وجدنا صراعا بين طرفين كلاهما ضد الحق، فلا يمكن أن ننظر إلى الصراع على أنه بين حقين، إنه صراع عقيم بين كتلتين إرهابيتين. وبالتالي صراعنا ليس صراع بين إرهاب وإرهاب، صراعنا بين الإرهاب وعكس حياة السلم والحرية والديمقراطية والحق. لهذا عندما ينبري شخص ما لينظر إلى الإرهاب من زاوية واحدة وينظر إلى أن الصراع بين إرهاب وضد الإرهاب، فهو يريد أن يقول لنا أنه مع إرهاب ضد إرهاب، فيما المدخل الفلسفي الأخلاقي هو مدخل ضد أي نوع من أنواع الإرهاب، سواء إرهاب مارسته بنية سلطوية إرهابية أو بنية ميليشيوية إرهابية، لأن الذي ترتب على قوله هذا بأن هناك سلطة تقاوم الإرهاب تبرير أيضا للميليشيات التي هي حليفة للسلطة أو أداة من أدوات السلطة. إذا انطلقنا من فهم ماهية الأشياء، حقيقة الأشياء، إذا انطلقنا من هذا، ما الفرق بين أصولي سياسي إسلامي وبين أصولي سياسي شيعي؟ لا فرق. الجوهر واحد، جوهر الأصولية واحد، السياسية. أنا لا أتحدث الآن عن الوعي الديني لدى البشر البسطاء، عن دين الشعب، هذا جانب لا نمسه. دين الشعب يحترم لأنه يحب الخير ويحب الله ويحب الجار ويحب الصديق ويحب الوفاء ويخاف من ارتكاب الشر، هذا هو الدين الشعب. الدين السياسي شر، سواء كان دينا سياسيا سنيا أو دينا سياسيا شيعيا. الحشد الشعبي شر، وحزب الله شر، مش عارف شو ميليشيات العباس شر، وداعش شر، والنصر شر. إذا كان هناك صراع بين النصر وحزب الله، الفيلسوف لا يتخذ موقفا إنه مع هذا وذا، إنه ليس صراعه. ما هي عدة الفيلسوف النظرية والعقلية والفكرية؟ يعني ما هي العدة التي يفكر فيها فيلسوف؟ حق، حرية، مساواة، مركزية إنسان، إنصاف، عدالة. هذه القيم الأخلاقية التي يدافع عنها الفيلسوف. كيف يمكن لشخص اشتغل بالفلسفة أن يدافع عن شخص ديكتاتور بين قوسين، لأنه كمان ديكتاتور يعني يمكن أكبر منه الوصف.
قتل 100,000 طفل، مليون كائن بشري وهجر كذا. هذا الذي اشتغل بالفلسفة، أين ذهب بعدته المفهومية؟ أين ذهب مفهوم الحق والخير والشر والمساواة والعدالة والإنصاف والحرية والديمقراطية ومركزية الإنسان وحرية الاعتقاد والمواطنة؟ يا سادة يا كرام، المواطنة 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 هي المساواة بين الناس في جميع الحقوق والواجبات، وبالتالي دولة المواطنة هذه مختلفة كل الاختلاف عن سلطة القمع. ليس كل سلطة دولة إطلاقا. وبالتالي عندما نستهجن خطاب شخص منتمي إلى الفلسفة نستهجن، فلأنه يتناقض مع ذاته ومع معرفته. ولكن إن هناك من يتزيى بالفلسفة ويأخذها زيا خارجيا، ولكنه في حقيقته لا علاقة له بالفلسفة. لم تتحول الفلسفة إلى بنية ذهنية. القبح، أين يكمن القبح؟ في الممارسة. الفيلسوف لا يمكن أن يمجد القبح. القتل قبح، سجن الأحرار قبح، تدمير البيوت قبح. الفيلسوف ضد القبح، ولهذا عندما نجد شخصا يشتغل بالفلسفة ويدافع عن القبح فهذا يعني أنه ليس شخصا منتميا إلى الفلسفة. ممكن مدرس يروح يدرس فلسفة. وقس على ذلك الشاعر طبعا والفنان وإلى آخره، المبدعين الذين يبدعون الجمال والأفكار وصور الحياة الجميلة في اللوحة، ويتخذون مواقف قوية ضد طغاة كاسو الفنان الشهير. ما زالت لوحته أندريسي، ما زالت لوحته عن الحرب الأهلية من أجمل اللوحات التي خلدت صراع الشعب الإسباني ضد فرانكو. روائيين الذين يكتبون عذابات الناس ويخلدون عذابات الناس لكي تتعرف الأجيال اللاحقة على تاريخ العذاب البشري. يعني الفيلسوف أو المشتغل بالفلسفة أهم هدف من أهدافه الدفاع عن الإنسان، أهم هدف من أهداف حقه وحريته وإلى آخره. وبالتالي عندما تقف إلى جانب الطغاة فأنت تقف ضد الإنسان، إذن أنت لا علاقة لك بالانتماء إلى، لا تنتمي، تماما كالشاعر الذي يمجد الديكتاتور. الأيديولوجيا مفسدة. بالمناسبة في قصيدة امبارح قرأتها في مدح ستالين كاتبها الجواهر. ستالين دكتاتور حقيقي، دكتاتور مش زائف، دكتاتور حقيقي، بس دكتاتور.
عشرات الآلاف بل مئات الآلاف قضوا في السجون. كنا في محاضرة لأحد الأساتذة، لمجموعة من الأساتذة بالأخص في سان بطرسبورغ في لينغراد عندما كنا طلاب، تحدثونا عن المرضى القوميين، كان المعادي للتجربة الاشتراكية الشيوعية والمدافع عن الحرية وحقوق الإنسان بيسموه، بيطلقوا عليه المريض، مريض بالمرض القومي، بيأخذوهم على سجون في سيبيريا بعيدة عن وعن الحياة وفي قلب الغابات، وحول السجون مجموعة من الدببة والوحوش والنمور وغيرها. فيهزأ البروفيسور الذي يقدم المحاضرة قائلا إننا ليس هناك حراس على أبوابهم، بإمكانهم أن يخرجوا متى شاءوا، ولكن إن خرجوا ستلتهمهم الحيوانات. فقام شخص بولوني ولا تشيكي، مهم شخص طالب، قال له رفيق بروفيسور، كنا نخاطبهم بالرفيق، لماذا هؤلاء المرضى القوميين، لماذا هؤلاء المرضى القوميون جميعهم فلاسفة وعلماء وفنانون وشعراء وكلهم عقول كبيرة؟ فالبروفيسور أعيته الحيل، الجواب أعياه، فما كان منه إلا أن غضب قائلا يا رفيق، هل تعتقد أن هؤلاء الشعراء والفلاسفة والفنانون والأدباء هم أكثر أهمية من ذاك الذي يصنع الخبز بيديه وتحترق يديه من أجل أن يصنع لك الخبز بالفرن، أو ذاك العامل الذي يقوم في معامل الحديد والصلب في صنع؟ جواب أيديلوس، يريد أن يدافع عن سجن هؤلاء عبر خطاب أيديولوجي زائف. وبالتالي كثير مما يستخدمون خطاب الممانعة من أجل أن يبرروا جرائم هؤلاء الذين ينتمون إلى الممانعة. الفيلسوف لا يحب القتل لأحد، الفيلسوف يحب السلام، يحب الأمان، يدافع عن الخير. نحن لا نشمت بقتل أحد حتى لو كان أولئك الذين استلوا السلاح لقتل الآخرين. نحن نحزن مع أمهات الذين فقدوا أرواح بنيهم، نريد الحياة سعيدة جميلة بلا شر بلا قمع بلا سجون بلا احتلال بلا اغتيال. هذا هو ما يريده الفيلسوف. ولذلك فيلسوف طوباوي في بعض الأحيان بالمناسبة يريد حتى ما لا يمكن أن يتحقق في التاريخ باعتقاد منه أنه هذا قد يتحقق في المستقبل. الفيلسوف روح الحق والجمال والخير. شكرا لكم.